من حسن الأدب إذا كان لا يعلم فليكل العلم إلى عالمه، ولا يتكلف الجواب إلا بعلم ويقين. في الأمور الشرعية في حياته عليه الصلاة والسلام يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية يقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. بعد وفاته من أهل العلم من قال يقول الله أعلم، ومنهم من أجاز أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بعد وفاته. وقد بسط هذا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية. وقد جاء الوعيد الشديد في القاضي الذي يقضي بغير علم، والفتوى والتعليم أخطر من القضاء لأنها عامة، بينما القضاء بين اثنين. نعم.